تركوا حسرة في قلوب آل رسول الله وقلوب المحبين بقتل آل رسول الله لا بغى يكربنا. نعم نحن نسمع نسمع ونبكي، إذن ما بالك بمن رأى؟ وماذا رأى؟ ومن الذي رأى زينب ومخدرات أهل رسول الله؟ هل تركوهم بعد قتل الحسين؟ لا والله ما قتلوا، ما تركوهم وسببوا في قلب الإمام السجاد حسرة وقلوب العلوين والمحبين، ففي كل زمان تسألهم يقولون ما جرى على النساء أعظم. سأل السجاد شلي نكس راسه قتل الرجال؟ قال لا، ولكن دخول عماتي وأعظم من ذلك هجومهم على المخيمات. ترى ان كان زينب مخدرة ومتى وبيح سترها زينب، كانت في خدرها حتى نادى المنادي هجموا بيوت الظالمين وأضرموها نارا من الخيام زينب، طلعوها وحرقوا قلبها براس أخوها، وانبجت بالصوت ضربوها وسبوا الزكية وشتموها. يا بسبوا الزكية وشتموها. شو تقولين يا زينب؟ قالت انا شخص كان ما ينشاف شاف شاف، وأدري غيور غيور يا سيد وما تتحمل هالأبيات، شاف صوت الكان ما ينسمع، سمعوا المعذرة إلك أبو فاضل يا حمي الخدر، خدر الكان ما ينداس داس، والله خدر الكان ما ينداس يا أسداسو. أنا من بعيد عز ودلالي دلالي صرت حرمة بغيالي، والي وراسك ينصبون أقبال، والله راسك ينصبون أقباله. زينب تسمع أنين الحسين كأني بها تنادي يا ناس درب المشرع من عين بعين بعين لجيب الماي لحسين. يا زينب ليش؟ قالت عطشان 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 خيام سلمي، والله عطشان خيام سلمي، والله الليل كلكل وامسى الغروب وامسى الغروب ومدري اخيي وقع يا صوب، يقولون وسط القلب مصيوب، يقولون
عرض العاري بلا ثوب، والله يقولون ظل عاري بلا ثوب، يقول وصلت إلى جسد الحسين رأته بتلك الحالة، والله نايم نايم أخي شلون نومه، نومه وحر الشمس غير رسوم، والله سلبت من أميه دومه، خويا سلبت من أميه دومه. تقول عادت الميت يحضروا لهله، هذا جايب ما ذاك يغسل، هذا جايب كفن ذاك يكفن، هذا يحفر قبر ذاك ينزل، يا عادل ما جرت في كربل، ضل ثلاث ايام بن سيد الملا، الغسل دمه والجفن سافر الفله. يا ابو عبد الله قولي والله عاد عاد اليوم وتجي دفان دفان، يحفر قبر ويفصل اجفان، والله ما شفنا اليوم انت ضل عريان وتلعب على اهل خيل ميدا، يا بتلعب على اهل خيل ميدا، والله ليامات الفتى المعزوز يا تصير زلزال، ناش اللي القبر تحفر ناش تجيب شيئا، يا باب السمدل للزهر داس الشمال، وما حد وصل يمه ولا حد حفر قبره، بس الشمر بالسيف جاله وحز نحره، ولعبة بنات الأعوجية فوق، ساعد الله قلبك يا زينب المن لجأتين يا زينب، قالوا لجأت إلى أمير المؤمنين تقل يا علي. ويحضر عدها علي ليلة الحادي عشر، يحضر عدها علي لما رأت وألقت بنفسها في أحضانه تقل أبا يا علي، أين أنت عن ولدك الحسين، انظر إلى جسدي على بوغاء كربلاء، لما نظر نادى وولداه وحسين، والله يا زينب أنا ما أقدر أبات بكربلاء، ما أقدر أشوف الحسين وهو على بوغاء كربلاء، إذا وين تروح يا غلي؟ أرجع إلى الغريب، أرجع إلى الغريب، وأنا تتركني مع من أبى، قال ردي الخيمة وبار
بحر النشاوي وانت لوين تريد؟ قال لها الغرية ما اقدر بات بكربلة واسمع لوني، ما اقدر اشوف حسين يتقلب بلوعة. قال لي وصي الله بنوروح يا منجي العذراء، ما تقدر تشوف حسين مرمي على الغبرة. شحال اللي شافت شمر صاعد فوق حسين. بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله، اللهم إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق محمد وآله الطاهرين، فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعى ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ اللهم اكشف السوء والبلوى عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات. اللهم من على مرضانا وجرحانا بالشفاء العاجل يا كريم. اللهم انفك كل أسير